ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان دير. هكذا حدثنا حدث. أحسن شيء. بيوم من الأيام في بلادنا العزيزة اللي اشتقت لها بعد معاناتي يومين بالغربة بعمان، لن تجد شخصا واحدا يتقبل ما يسمى بالنقد. فالكل صح والكل مثالي والكل تمام والكل مبدع والكل نظامي والكل شغيل والكل أكابر. لا يوجد شخص في بلدي يمكنك أن تقول عنه غير ذلك. وبالإضافة إلى كل ذلك فإن الكل راس. فالآذن في الدائرة راس، والشوفير راس، والسكرتيرة راس، وبتكسر أكبر راس. وإذا غلطت شي مرة وانتقدت أي حدا فبيزعل وسيعتبرك ضده فورا، وبالتأكيد سيشن حملة عليك في السر أو في العلن. فقد خرجت من دائرة أحبابه وأصدقائه وأصبحت على اللائحة السوداء، لائحة الأعداء. وأنا والحمد لله موجود على لوائح كثيرة، واسمي مكتوب بماء الذهب هنا وهناك من لوائح سوداء وبنفسجية. وكذلك الكثير منكم اسمه موجود على لوائح سوداء في أمكنة كثيرة تعرفونها ولا تعرفونها، ربما بسبب انتقاد ما وجهتموه لفلان، أو ملاحظة أبديتموها في العمل على علان. فاللوائح السوداء هي الرد الناجع على كثرة الغلبة التي مارستها حضرتك عندما انتقدت مديرك في العمل، فأصبحت خارج الحسابات وخارج الترتيبات وخارج السفرات والمهمات والروحات والجيات. وعلى اعتبار أن العلاقات عندنا قائمة على مبدأ حكلي لحكلك، وهو مبدأ يقوم على المدح البناء للشخص الذي يعتقد أنه مهم، فيقوم بدوره بتعزيز وضعك والرفع من شأنك. وعلى اعتبار أن الواحد منا يجب أن يكون فوق النقد أولا ويقول لك يا أخي ليش عم تنشر غسيلنا الوسيخ؟ مو حلوة، خجلتنا قدام الأجانب. فلا تجيب، لأنك لست مسؤولا عن غسل ثيابه الوسخة قبل نشرها. لست من هؤلاء الناس الذين شغلتهم وعملتهم غسل أواعي الوسخة تبع الرجل المنصوب أو صاحب المنصب وكويها وتلميعها وإظهارها للناس في أحسن صورة مع ابتسامة عريضة من المنافق المتملق تظهر فيها أسنانه الصفراء التي نسي أن ينظفها لأنه كان منهمكا بتنظيف الأستاذ. ولا يكتفي الأشخاص الذين يديرون مؤسسة ما عندنا بإدارتها وحسب، لا، فهو المدير العام، ولكنه يحب أن يكون نائب المدير العام أيضا بعد أن يرى أن النائب بات مهما. وعندما يرى أن الآزن عم بيحل بيربط يتمنى أن يكون هو الآزن أيضا. وإذا رأى أن السكرتيرة محبوبة فإنه يتمنى أن يكون السكرتيرة شخصيا حتى لو اضطر إلى تغيير جنسه. المسؤولون عندنا لا يقدرون أحدا ممن يعملون تحت خدمتهم، بل يحسدونهم إذا كان أداؤهم جيدا، ثم يحفرون لهم الخنادق والفخاخ ويطقطقون لهم البراغي برغيا برغيا، ليجد الشغيل آدمي نفسه فجأة خارج الكار وفي الشارع. في بلادي لا أحد يحب النجاح ولا أحد يحب النقد أو يحترمه. يعني النجاح ما بيحب شركته تنجح، فهو أحسن شيء بالعالم مهما كانت الظروف. والغريب أنه إذا كان كل شيء ببلدي أحسن شيء، فليش كل شيء ببلدي مو أحسن شيء؟ فهمتوا شيء؟ هكذا حدثنا هذا الشيء. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.